على مستوى بقى الداخل الليبي. ومجلس النواب الليبي النهارده والناطق باسم المجلس اشاد طبعا بقرار البرلمان المصري بتفويض القوات المسلحه المصريه بالتدخل العسكري في ليبيا، واكد المتحدث باسم البرلمان ان القرار جه استجابه لكلمه رئيس المجلس عقيله صالح امام البرلمان المصري، واستجابه لمطالب به المجلس الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي ولنداء اشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ واعيان وعمد القبائل الليبيه خلال لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا انا بقول لحضراتكم الكلام ده على لسان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي. للتعليق احنا معانا على التليفون استاذ فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي. برحب بحضرتك معانا سيد فتحي، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه وبضيفتك الكريمه وبالساده متتبعي قناتكم المعقره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، وبنبدلك التحيه بالتحيه يا فندم. يعني دلوقتي ازاي شايف التطورات الاخيره؟ ولسه كنت بتكلم على البيان اللي خرج من مجلس النواب الليبي، ازاي استقبلتم وتفاعلتم مع القرار المصري؟ طبعا التفاعل منذ كلمه فخامه رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى في مجلس النواب المصري عندما كان في زياره الى مصر، وكان لديه اجتماع في مجلس النواب المصري وحضر جلسه من جلسات مجلس النواب المصري والقى كلمه حي فيها مصر وطلب من جمهوريه مصر العربيه التدخل في حاله اعتداء اي اجنبي على ليبيا، وذلك قبل حتى الاعتداء التركي. هذا حدث في بدايه السنه حيث القيت هذه الكلمه في مجلس النواب المصري. بعدها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمه في سيدي براني بحضور كبار ضباط الجيش المصري وامام عرض كبير للجيش المصري من عده وحدات عسكريه، القى كلمه طلب فيها بان الليبيين عليهم ان يتجهوا الى الحوار ويوقف القتال، ووضع خطا احمرا عند سرت وعند الجفره بحيث لا تتجاوز تركيا ولا الميليشيات الارهابيه ولا المتحاربين هذا الخط، وعلى الليبيين ان يتجهوا الى الحوار والى النقاش والى انهاء حاله الحرب، وعلى المستعمر والمحتل التركي ان يخرج من ليبيا، وعلى الجماعات الارهابيه ان تسلم نفسها او سيواجهها الجيش ببراوه لكي تستسلم ولكي ينهي الارهاب والارهابيين في ليبيا. فقرار مجلس النواب المصري يوم امس استقبلته الجماهير الليبيه باستقبال كبير وتأييد، وانا اول من خرج على وسائل الاعلام ايدت باسم مجلس النواب وباسم رئاسه مجلس النواب هذا القرار من مجلس النواب المصري، وهذا طبعا يخدم مصر في امنها القومي ويخدم ليبيا في امنها القومي وفي استقرارها وفي وضع حد التوغل الارهابي في ليبيا، وضع حد التوغل التركي في ليبيا الذين هم متضامنين مع بعض ويعاونون بعضهم البعض. بس من متابعتك بقى لتطورات الامور يا فندم وللتصريحات وللمواقف الدوليه الحقيقه في الساعات الاخيره، يعني في تفاعل بشكل كبير، تعتقد انه الرساله وصلت وان مصر جاده بالفعل وان التعاون والمسانده ما بين الشعب الليبي والشعب المصري هو على ارضيه ثابته وقويه، فبالتالي ردود الافعال دي والتحركات واللقاءات والاتصالات، يعني شايف ازاي هذا التفاعل يا فندم واهميته؟ طبعا التفاعل هذا مستمر، نحن نعلم ان فخامه رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح على تواصل مستمر مع السلطات المصريه، زعماء القبائل الليبيه من يومين او ثلاثه كانوا في مصر والتقوا بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كذلك دول العالم علمت بذلك وايدت ذلك حقيقه، لانه حق لمصر ان تدافع عن نفسها وتدافع عن امنها القومي وتدافع ايضا عن الامن القومي لدول الجوار، لان الامن القومي لدول الجوار هو امنها ايضا، ودول الجوار ايضا الامن القومي لمصر هو امنها، وبالتالي يعني لقت تأييد كبير حقيقه من دول عربيه ودول اوروبيه والعالم كله، وخير دليل اتصال الرئيس الامريكي ترامب بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليطمئن على الاوضاع في ليبيا ويطلب ايقاف القتال ويطلب عدم التصعيد
ندافع على الشيء. كمان الاتصال اتصال الرئيس الامريكي بالرئيس الفرنسي اللي هو صاحب يعني برضه موقف قوي. هذا نتيجه الحراك الذي يعني يحدث ما بين ليبيا ومصر من لقاءات ومن اجتماعات على مستوى مجالس النواب او المعايان والمشايخ او على مستوى رؤساء الدول او الوزراء او غيره، فكل هذه الامور طبعا لفتت انتباه العالم. وفي كل الاحوال الخطوات هذه كلها مؤيده لانها دفاعا حقيقه عن حق يعني شرعي وهو الامن بالدرجه الاولى، وكذلك البحث عن استقرار ليبيا، استقرار ليبيا من استقرار مصر واستقرار دول الجوار واستقرار ارض البحر الابيض المتوسط. نحن يرتع ويمرح عندنا ويشرح الارهابيين والجماعات الارهابيه بدل ان تنمو وتؤثر في الجميع، علينا ان نقضي عليها مع بعض. ونحن يعني في ليبيا يعني نحتاج الى هذه المساعده وهذه الاعانه من الجيش المصري، والجيش المصري جيش عربي وبينه وبينه اتفاقيات مشتركه في الدفاع المشترك. نحن لدينا اتفاقيات سواء ثنائيه على مستوى الدول العربيه من خلال جامعه الدول العربيه، ليس غريبا على مصر ان تدخل ليبيا وتدافع عن ليبيا وتدافع عن امنها القومي. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي.